جمل بنسمعها كتير في سوق العمل وتقريبا بقت من الحاجات المعروفة جدا، زي ان يقول لك الشغل مش بيقف على حد، او لو عايز تمشي امشي وهنجيب اتنين بمرتبك، او هيقول لك الصف طويل وراك لو مشيت في 10 يتمنوا مكانك. الجمل دي قاسية وشديدة بس هي فيها جزء من الصح. هو فعلا الشغل مش بيقف على حد، بس برضو في ناس صعب جدا استبدالهم، الشغل هيكمل من غيري. لكن لو ما تعرفش يعني ايه انه غياب شخص معين بمواصفات معينة ممكن يأثر بشكل كبير جدا في المؤسسة اللي هو كان جزء منها، يبقى انت غالبا ما تعرفش يعني ايه شخص عنده علامة شخصية. خليك معنا النهاردة. يا مرحب في شغل عالي، ومرحب طبعا بالجمهور الجميل اللي موجود معانا النهارده في الاستوديو. انا اكتشفت النهارده معانا اصغر واحده اصغر اعضاء الجمهور هو استاذ عبد الرحمن سليم، ضيفنا في الحلقه النهارده. اهلا بيك. النهارده احنا بنتكلم عن حاجه اعتقد انه عدت علينا، او اقول لك هي غالبا ما عدتش عليك بس انت عايشها من غير ما تاخد بالك. فاكرين الجمله دي اللي سمعناها غالبا من حد نعرفه لما يقول لك انا مش عايز يبقى عندي مدير يتحكم فيا، انا عايز ابقى حر. الجمله دي كانت سبب في انه ناس كتير تسيب وظايفها الثابته وتبدا رحلتها في عالم المشروعات الصغيره مثلا، او ان ناس تانية تقرر تشتغل كفريلانس فما تبقاش مرتبطه بمواعيد عمل محدده، مش عايز مدير. وطبعا فكره انك تسيب شغلك المستقر عشان تبقى مدير نفسك وفي الاخر ما تتوفقش مثلا لمجموعه من الظروف، معظمنا بيسميها حظوظ، لكن هي الفكرة في الآخر إنه ما ينفعش تقول عشان ما يبقى ليش مدير. هو في الغالب أنت محتاج يبقى لك يا إما مدير أو تختار أنت تبقى مدير نفسك. إحنا دايماً نقول كده، ما هي مش فارقة أحمد زي الحاج أحمد. أنا النهاردة عايز أحكي لكم حكاية الفرق بين أحمد والحاج أحمد. آخر مرة اشتريت علبة عصير كانت إمتى؟ إيه؟ من شوية. اخترت علبة العصير اللي مغذية أكتر واللي فيها فيتامين A أكتر، ولا اللي شكلها أحلى؟ دي إجابة صدقة. لو أنت ما تعرفش الاتنين بتختار اللي شكلها أحلى ولا بتبص على اللي شكلها أحلى، مش كده؟ آخر مرة اشتريت مثلا جزمة مريحة، هي الجزمة الرياضية المريحة دي، لو عندك الاتنين بنفس السعر هتختار اللي العلامة التجارية بتاعتها مشهورة ولا النوع اللي أول مرة تشوفه؟ المشهورة، مش كده؟ الأمثلة دي أمثلة زيها كتير طبعاً لقوة العلامة التجارية. قد إيه لطيف جداً إن يكون الشكل أو العلامة دي مرتبطة على طول في ذهني بحاجة أنا عارفها، باستخدام أو بميزة أو بجودة. وصاحبنا بتاع العصير ده الفكرة كمان اللي بتقول لك قد إيه التسويق ده عالم مبهر، لأنه أنا ممكن اختياراتي تتبني على حاجة شكلها حلو. هنرجع نتكلم في الجودة، بس ده عالم مبهر جدا، لأن الحاجة دي لو شكلها حلو ومتقدمة لي بشكل كويس في الغالب هتتحكم في اختياراتي. طب تعالوا نكمل مع بعض في الفكرة دي. لو حطينا صورة ل دكتور مجدي يعقوب هيجي في بالنا إيه؟ علامة تجارية صح؟ ايه؟ القلب، الطب صح؟ دكتور احمد زويل، محمد صلاح، كورة صح؟ ففي حاجة اسمها علامة تجارية، وفي بني ادمين لوحدهم هم علامة شخصية. يعني باختصار كل واحد فينا ماشي وفوق دماغه في يافطة بس مستخبية، محدش يعرفها عنها حاجة، انا مش شايفها لكن كل الناس اللي قدامي شايفينها. اليافطة دي مكتوب عليها شوية عناوين رئيسية، أولها أنت مين؟ وتانيها أنت بتقدم إيه؟ وتالتها بتقدمه ده حلو ولا لأ؟ كل التفاصيل دي مكتوبة عني من غير ما أعرف. معظمنا ما يحبش قوي إنه حد يتكلم عليه وهو مش موجود، صح؟ العلامة اللي مكتوبة أو اليافطة دي هي في الغالب اللي الناس بتقوله عليا وأنا مش موجود. يعني بالمناسبة مش لازم تبقى وحشة، إحنا عندنا فوبيا من الحكاية دي، أو عندنا فوبيا وما تعلمناش إن أنا
مركز قوي في اللي مكتوب عني او اللي بيتقال عني وانا مش موجود. دي احنا بمصر في المصري كده بنسميها ايه؟ لا مش نميمه. في حد قالها سمعه. السمعه يعني هي الحاجه اللي بتتقال عني وانا مش موجود في الاوضه. السمعه بننفعل قوي لما حد يجي بسيرة سمعة حد. بالمناسبة دي حاجة مش عيب، دي حاجة احنا بنبنيها على مدار السنين، انه ما يقال علي وانا مش موجود في الأوضة دي سمعتي، او هي دي اليافطة الشخصية اللي هو شايفني بيها كمان وهو بيتعامل معي. في واحدة من الشركات ابتدت الشركة ودخل في يوم واحد 2 من الموظفات، لانها كانت شركة بتهتم قوي بتمكين المرأة. الأولى قالت أنا مش بعرف أعمل حاجة، بس أنا غالباً نفسي فرصة. فالأولى اللي قالت مش بعرف أعمل حاجة، في الغالب دي أوحش جملة تتقال في أي انترفيو أو أي شركة، لكن حظها كان كويس لأن المسؤول عن التوظيف وقتها قالت لها طيب نجرب. فديتها مهمة صغيرة فعملتها كويس، بعدين مهمة كتابة تقارير فعملتها كويس، وبعدين أخدت مسؤولية أكبر عملتها كويس، وبعدين قررت المسؤوله دي انها تختبرها فتكلفها بحاجه كبيره، فخليتها تتواصل مع العملاء فعملتها كويس. المهم يعني قصه باختصار، القصه السعيده الرومانسيه اللي احنا بنحبها، ان البنت دي كبرت جدا في المكان ده وبقت واحده من شركاء النجاح في الشركه، وبقت من اهم الناس الموجودين في الشركه دي، رغم انها ابتدت البدايه الغلط بتاعه انا ما بعرفش اعمل حاجه. في واحده ثانيه دخلت في نفس اليوم، بس هي قالت وهي بتعمل الانترفيو أنا شايفة أن عندكم المشكلة الفلانية، وأنا عندي حل للمشكلة دي، وأنا شايفة أن أنا عندي اقتراح نقلل بيه المصاريف بتاعة الشركة، وأنا شايفة أن أنا كمان أقدر أساعد في التسويق لمنتجات الشركة. قالت الثلاث حاجات اللي هما بيمثلوا ثلاث مشاكل عند الشركة وعرضت الحل. القصة تخلص إزاي؟ تتعين برضو صح؟ الحياة فيها اختيارات كتير. البنت دي كمان كانت جزء من الشركة وبعد سنين برضو بقت من أهم الشركاء. بحكي لكم القصة دي ليه؟ لأنها بتقول إن مفيش ثوابت قوي في فكرة التعيين والتوظيف، لكن بتقول إن كمان إنه في فروقات كبيرة بين الناس وبعضها، إنه إحنا في الغالب دايماً مستنيين القصة الرومانسية الأولانية بتاعة أنا ما بعرفش أعمل حاجة وإنت ساعدني. فإحنا طول الوقت عايزين القصة الرومانسية دي، أنا ما بعرفش بس إنت تساعدني، وانا ما عنديش فكره بس انت علمني او اديني فرصه، وده مهم جدا في سوق العمل. بس الحقيقه انه القصه الاكثر تكرارا هو ان انا لازم اكون انا في حد ذاتي علامه، انا عندي حلول. العلامه الشخصيه او العلامه التجاريه الشخصيه بيسموها البيرسونال براند، حاجه بتتبني على مدار سنين من الوعي والفهم للي احنا بنعمله. زي ما اتفقنا هي اللي الناس بيقولوه عليك وانت مش موجود. وهيجي هنا وقت السؤال، يعني أعمل إيه عشان يبقى ذكر اسمي مرتبط بحاجة مميزة بعملها أو بقدمها، أو ذكر اسمي مرتبط بحاجات إيجابية، أو عشان أبطل أخاف لما يتكلموا عليا وأنا مش موجود في الأوضة. دي قوة العلامة الشخصية. لو أنا متأكد جداً من حاجة أنا عملتها على مدار وقت طويل، أعتقد هبقى مطمن جداً لكل اللي بيتقال عني وأنا مش موجود. العلامة التجارية الشخصية بتحصل بشوية حاجات كتير قوي قوي، بشجعكم يعني تقروا عنها، بس مثلا من سلوكك اليومي المتكرر. الحاجة اللي أنا بعملها كل يوم علامة شخصية لي، يعني لو أنا بقول صاحبي الرياضي، صاحبتي الفرفوشة، عارفين الحاجات دي؟ مش كل واحد فينا ليه اسم حركي كده، فلو هو كل يوم ده سلوكه وده أدائه، فينفع أقول السلوك اليومي المتكرر علامة شخصية. سمعتك المهنية، سمعتي في الشغل، يعني ممكن وأنا في مكان العمل أقول فلان الملتزم، صح؟ رشا الدقيقة، محمود المركز، مش عارف مين اللي بيعيد. في ناس كل واحد مسؤول عن حاجة بتتكرر. تقديمك للخدمات بتاعتك كحلول، يعني أنا مش لازم طول الوقت أبقى أنا مطالب إن أنا أروح أطلب شغل. أنا في الغالب لو أنا شاطر قوي في حاجة معينة، حتى لو كانت حاجة قد كده، أبقى أنا اللي بقدم حل للأماكن اللي بروح. ودي واحدة من المهارات اللي بيعلموها كمان للناس في الانترفيو، ما تروحش تقول هتدولي إيه، روح قول أنا عندي حل في كذا، أنا علامة تجارية. حاجة من الحاجات المهمة قوي عشان أكون أنا علامة مميزة
بيبقى عندي كمان شبكة علاقات، يعني أنا ببقى عندي خلاص أنا شاطر في حاجة ومعروفة عني الحاجة دي، أنا كمان محتاج الحاجة دي تتشاف. فالنصيحة الأهم أني أكون موجود في الأماكن اللي تشبه الحاجة اللي أنا عايزها. مواقع التواصل الاجتماعي بتاعتك واحدة من الحاجات اللي بتحكم على البراند بتاعك. أنت مين وبتقول إيه وبتتكلم في إيه والموضوعات اللي بتهمك، الشركات أحياناً بتعرف تحكم على الأشخاص أو بتشوف هويتهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بتاعك، فاللي احنا معتبرينه هزار وضحك ممكن يكون سبب في الحكم علينا أحياناً. وأخيراً عشان أبقى براند لازم يبقى عندي حاجة أنا متحمس ليها طول الوقت، فحماسك لمشروع أو لفكرة ممكن يبقى جزء من هويتك العملية. الفرق بين الترند والبراند فرق كبير جداً، لكن اللي عاوزة أطمنك عليه أنه لو أنت براند، افتكر بس اللي كنا بنقوله في أول الحلقة، صعب جداً أنك تستبدل أو يتم الاستغناء عنك لأن دورك مهم ومؤثر. خد نفسك شوية يا غالي وارجع نكمل شغلك. شغل عالي شغل عالي. ألو أسوان. في لقاء إذاعي قديم كانوا بيسألوا الكاتب الكبير صلاح جاهين عن وقت فراغه بيعمل فيه إيه؟ ضحك ورد بكل بساطة، أنا كل وقتي وقت فراغ. ساعتها الناس استغربت من الجملة اللي قالها، بس هو رد وقال إنه بيعتبر الكتابة هوايته مش شغله، وبيقوم بيها بكل حب ولطف علشان ما تبقاش حاجة بتخنقه، وتفضل الحاجة اللي بيعملها بحب بدون أي إجبار. ومن هنا تخرج بسؤال مهم، مين أبو حظ نار اللي شغله هو هوايته؟ بدون تفكير هو السوشيال ميديا سبيشاليست أو متخصص السوشيال ميديا. دراسة مؤخراً اتكلمت إن أكتر من 3/4 الموظفين في العالم لما بتيجي ساعة البريك مش بيروحوا ياكلوا ولا يشربوا ولا حتى بيروحوا الحمام، دول بيبدأوا يشوفوا حساباتهم على السوشيال ميديا. خد بالك هنا إن الموضوع مش بس إنك تبص مين عملك لايك ولا شير ولا آخر رسالة وصلتك، الموضوع وصل لصناعة فيديوهات وعمل محتوى ساخر وكمان حكي تفاصيل اليوم في فيديوهات وبوستات على الفيسبوك وتويتر. الغريب إن كينيث أولمستد الباحث المشارك في مركز بيو للأبحاث الاجتماعية ورصد اتجاهات الرأي العام أوضح إن الموضوع مش بيكون مرهق خالص زي ما الناس متخيلة. بالعكس، التعامل مع السوشيال ميديا ممكن يكون عامل الراحة الذهنية وتحسن العمل وجودته وتركيز العاملين كمان، كل ده من التصفح. فما بالك بقى لو شغلتك تبقى شغلتك يعني تعامل أكتر وتعمق أكبر وتعلم أكتر. خد بالك إن منصات التواصل الاجتماعي من أكبر المدارس اللي موجودة حالياً في عالمنا دلوقتي، وده كله وإحنا لسه ما دخلناش عصر الميتافيرس، فربنا يسهل. ده طبعاً مش معناه إن الراجل ده عايش في نعيم، بالعكس ده عايش في قلق وتوتر لأنه شغله قايم على المتابعة والأرقام. الخلاصة أهم حاجة تكون بتحب الشغلانة اللي بتمارسها علشان ما تحسش إنك مجبر تشتغل. شغل عالي شغل عالي. أعتقد أنه في خلال وقت قصير التعامل مع السوشيال ميديا ممكن تتغير النظرة عنه من أنه حاجة في منتهى السطحية والبساطة إلى أنها حاجة ممكن تكون مسلية ومفيدة واجتماعية، الفرق بس في اختيار طريقة استخدامها. تعالوا أخدكم نروح لواحد من كبارات شغلانة أو مهنة التسويق الإلكتروني. هذا العالم الذي يسرق نصف أعمارنا نغضب منها كوسيلة تواصل، لكن نادراً ما يستطيع أحد الاستغناء عنها. من يعتقد أنها صنعة سهلة فهو واهم، فهي سوق مفتوح كبير وإعلام خاص له أدواته وصناعه وتوجهاته وتأثيره. نلتقي بأحد صنايعية السوشيال ميديا، إنه حسن حامد اللامع الدمث المجتهد. أولاً مبسوطين جداً إن إحنا موجودين هنا في شركة بي، واحدة من أهم شركات السوشيال ميديا في مصر. وبصراحة كده هبتدي معاك على طول في قلب المشكلة. وإحنا بنعمل حلقة السوشيال ميديا كان عندنا مشكلة أصلاً، إنه تصنيف إن مهنة السوشيال ميديا الراجل ده
اسمه ايه؟ بيشتغل ايه؟ تعريف المهنه دي وصل لايه النهارده؟ هي الشغلانه الاساسيه اللي بيعملها اي حد شغال على السوشيال ميديا هي صناعه المحتوى. السوشيال ميديا عملت ما يطلق عليه ديموكراتيزيشن اوف كونتنت كريشن. زمان كان في جهه واحده مسؤوله، تلفزيون، محطه تلفزيون او محطه اذاعه او جورنان، هي المسؤوله عن صناعه المحتوى الذي يتم استهلاكه بواسطه كل الناس اللي موجوده في البلد او في العالم حتى. النهارده بقى سهل جدا ان اي حد يبقى صانع محتوى، احنا شفنا وصانع محتوى مؤثر كمان باستخدام تليفون بس، وانه هو يبقى عنده حاجه يقولها. الحاجه اللي بيقولها دي هي محتوى بغض النظر بقى. انت قلت حاجتين مهمين جدا، انه صانع محتوى ومحتوى مؤثر. بالظبط، بغض النظر عن نوع وقيمه واهميه هذا المحتوى. صحيح، عشان كده معظم المؤسسات الاعلاميه اللي عايزه اللي هدفها عينها على المستقبل لازم تفكر في مش انها ترضي الناس، ان هي تقود الناس عن طريق استخدام امكانياتها اللي موجوده دي في صناعه محتوى مؤثر، لكنه وده الاهم ليه قيمه. انا وكتير من الناس بنحس انه الناس اللي ورا صناعه المحتوى ورا صفحات السوشيال ميديا وبالذات المؤثرين اللي عارفين الصنعه دي بتتلعب ازاي، دي حاجه مخيفه قوي، وكانك ماسك كده يعني عرايس ماريونات وبتوجه وبتحرك وبتقدر تتحكم. هل الموضوع بجد بالخطوره دي؟ لاني عايزه اسالك عن ناس كتير مسؤوله عن صفحات احنا ما نعرفش مين دول، وهل فعلا يقدروا يخلقوا مزاج، يخلقوا غضب، يخلقوا انبساط؟ ده حقيقي السوشيال ميديا بتعرف تعمل كده؟ هي بتعمل كده. وهل في ناس بتحاول تعمل كده؟ في ناس كتير بتحاول، وفي دول واجهزه بتحاول تعمل كده، ويمكن المعركه اللي قايمه على تيك توك وفيرسس فيسبوك وبقيه الحاجات، يعني لدرجه ان المنصات نفسها بقى عليها خناقه. أيوه. انه مين يقدر ياثر في التاني اكتر، وتيك توك وجوده في امريكا بقى قلق امريكا جدا ازاي ان هي انها مش بتاعتنا، ممكن تبدي المحتوى الفارغ عشان تفرغ القيم من عند الشباب دول جوه امريكا، لكن بره امريكا في الصين وفي غيرها يقدروا يخلوا المحتوى المفيد هو الاكثر مشاهده. في ناس بتحاول، مضمون انها تنجح كل مره؟ لا، عشان كده الاستراتيجي اللي غالبا بيسعى اي حد بيسعى ليها، ولو اي حد عايز يبقى عنده تاثير تبس بقى من الكبير بقى يستخدم اللي بيسموه سباجيتي استراتيجي. سباجيتي دي بيعملوها جوجل حتى، يعني ان هو كانك مسكت كبشه مكرونه سباجيتي ورميتها على الحيطه، فاللي هيلزق واللي هيقع. اوكي، ينفع نعمل كده في المحتوى، بالذات انه بقى تصوير المحتوى وانتاج المحتوى شيء غير مكلف زي ما كان قبل كده، اسهل كتير. فبالتالي ينفع ان انا اعمل كتير جدا والفتره طويله هتلاقي في بعض منه بينجح لوحده وبعض منه لا ينجح. ده على المدى الطويل. على المدى القصير في مواضيع معينه لو لمست فيها تاكد ان الموضوع ده هيبقى وايرل. وده نوع المحتوى التاني اللي انا اللي هو لو انت لمست فيها تنجح. المحتوى اللي بيعكس ما يريد الشخص ان يكونه. يعني دايما يقول لك ايه، في حاجه كده مشهوره ان يقول لك ده فلان ده عامل بلاوي في حياته العاديه، لكن تلاقيه عامل شير لحاجات كويسه، وان هو اللي غلبان وهو اللي مظلوم وهو اللي بالظبط. دايما بخش السوشيال ميديا يقول ايه لما كل دول غلابه، طب مين اللي بيضرب؟ يعني مين الاشرار دول اللي بره دول ما اعرفهمش. فهو الحقيقه ان انت لو صنعت محتوى بيشجع الناس على انها تعبر عن نفسها بشكل مقبول عند عدد كبير من الناس غالبا هينتشر المحتوى ده. الكلام العظيم اللي بتقوله لنا ده يخلينا نتأكد، ويخلي أي حد بيتفرج علينا النهارده يتأكد إنه دي علم ودراسة، وإنه ما ينفعش كل واحد فينا يقول أنا عايز أغير كارير أشتغل سوشيال ميديا. دي حقيقة. هو أي حد، ده أنا بحب دايما أقول إن أي حد عنده بين باجز ولابتوب ماركة معينة كده ومعاه كوباية من ماركة تانية بيعمل سوشيال ميديا جميلة. يعمل ايجنسي. شكرا. مش بس يقول أنا حلو لو هيجتهد لوحده، بس بيعمل ايجنسي. صحيح. فيغرق مع ناس. صحيح. وناس تثق فيه وتصرف. يمكن ده سبب الاحباط. يمكن، بس هو السبب الرئيسي في ده ان هم دايما كان الاول ايجنسيز، اسم ايجنسي كان لازم يبقى شركه استابليشد وليها علاقات، بالذات ان هي كانت اوف لاين ايجنسي. الموديل بتاع الاوف لاين ايجنسي نظرا ان هم لقوا فجاه الديجيتال سبقهم حبتين ثلاثه، ففوجئوا ان هم لازم يبقوا على السوشيال ميديا. فاشتغلوا بنفس الموديل. للاسف كل السوشيال ميديا ايجنسيز اللي معموله النهارده معموله بالمنطق بتاع الاوف لاين ايجنسي، اللي هي كانت بتشتغل طالع اعلان في الشهر او اعلانين في الشهر، فيرسس ان انت لازم كل يوم يكون عندك محتوى كويس يتحط للكلاينت. فبالتالي ده خلى الناس اللي هي الصغيره اللي عندها البارير تو انتري بالنسبه لها بقى سهل قوي ان انا اسمي نفسي صانع محتوى من غير قيمه حقيقيه.
ويمكن ده كان واحد من الأسباب اللي خلاني في 2017 أشتري جلوكل السايت بتاع الانترتينمنت، لأني اكتشفت أنه النوع على الكونتنت بسبب الايجنسيز اللي طلعت في الوقت ده اتقسم لحاجتين، كونتنت برانس، وبقى أسهل كمان لما فيسبوك دخل الإعلانات، فبقى سهل جدا أنه الناس تدفع إعلانات فتقول شوف ده في مليون واحد شاف الإعلان ده، هذا الإعلان، لكن هو في الحقيقة هو دافع كتير جدا عشان الإعلان ده لأن الكونتنت نفسه وحش رهاني كان. والناحية تانية كان الكونتنت اللي بيعملوه شباب في حتت يعني يمكن نائية جدا وغير، بس كان أقرب للناس فكان بينتشر أورجانيكلي لوحده. الأورجانيك ريتش ده هو كان الهولي جريل. الأورجانيك ده يعني الوصول للشخص المستخدم من غير ما ادفع أي فلوس، من غير ما ادفع أي فلوس بالضبط. فده جلوكل كان بالنسبة لي التجربة الأساسية. أنا I vowed من اليوم اللي احنا عملنا فيه جلوكل أنا مش هدفع ولا مليم على الإعلانات، وإن الكونتنت هينتشر بشكل تلقائي لوحده بين الناس، وأنا هعمل كونتنت بهذا الغرض. هو ديزاين ولا حد يبقى الاستثمار في المحتوى بالظبط كده، مش في إن أنا أصرف قد إيه. هو ده بالظبط اللي أنا كنت عايز أعمله. معرفش ليه عايز أسألك يعني سؤال شخصي شوية دلوقتي. حسن حامد من الأسماء الكبيرة جدا في عالم الديجيتال والسوشيال ميديا، بقالك سنين طويلة، انت مش عجوز يعني بس يعني بقالك سنين طويلة جدا، لكن ايه اللي بيزعجك من المال براكتس او من الحاجات اللي احنا بنسميها في الصنعة اللي مش لائقة مش اخلاقية بتحصل في الشغلانة دي؟ وهي كتير اكيد. صحيح، حاجات كتير قوي يعني. أيوة انت سألتي سؤال قسمت وسرحت سؤال يعني سؤال صعب، بس هو الحقيقة الاستسهال والنقل. يعني أنا شفت كمية منافسين بيحاولوا يعملوا نفس اللي أنت بتعمله كتير قوي، مش بشكل كويس يعني. حتى يعني ممكن تبدع شوية، ممكن تعمل حاجة مختلفة. لا أنا هقلدك بالظبط. إيه أكتر حاجة أنت بتشوفها مستاهلة ومستاهلة التعب والأصحى الصبح أحب أروح شغل عشانها؟ حاجات برضو، هي مش حاجة واحدة بس. خليني أقول يمكن أكتر حاجة بحبها في شغلانة التأثير. التأثير ان انت تعرف تعمل ان انت تعرف تخلي حاجه ما كانتش موجوده انها تبقى موجوده وتأثر في حد. يعني انا بشوف حد مثلا بيقول لي على فكره ده انا باخد اخباري كلها من لوكال، او بعرف مش عارف ايه، او انا ما فيش حاجه بفوتها من مش عارف ايه، وتبقى الحاجه دي انا اللي مسؤول عنها او انا اللي عملتها. دي حاجه بالنسبه لي عظيمه، صح، تستاهل ان انا اصحى الصبح. يعني يمكن انا بصحى عشان كده. لا هي حلوه بس تخوف قوي، بتقلق قوي، مسؤوليه. فممكن جدا من غير ما تقصد تتسبب في ضرر كبير جدا او في خير كتير جدا حسب يعني حسب الرساله اللي انت وصلتها. وكتير جدا بتبقى مش قاصد فعلا، انت بتبقى عايز تعمل حاجه فالنتيجه تبقى حاجه تانية. يعني ودوان. عندي سؤال عن الفئه اللي احتار فيها التلفزيون واحتارت فيها كل سبل الانترتينمنت، واللي احنا كلنا اللي فينا مش مهموم بيهم يبقى فايته كتير، السن من 13 ل 18 دول الزباين بتوعك. طبعا. صح؟ طبعا. احنا مؤثرين في ايه؟ احنا كل وسائل الاعلام ومن ضمنهم السوشيال ميديا، ايه الفرص اللي ممكن تتقدم لهم؟ كتير قوي. كتير قوي. وخليني اقول لك ان المحتوى العربي بشكل عام احنا محتاجين محتوى كتير قوي في هذه الموجهه لهذه الفئه العمريه. حاجه زي تيك توك مثلا النهارده البروليفريشن بتاع او يعني اختراقها لهذا السن اكتر بكتير، كبير قوي 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 قوي. ودي بالنسبه لي يعني دي حاجه مقلقه خليني اقول، لان انت سايبهم هم كده كده هيستهلكوا محتوى وكده كده هيشوفوا الحاجات اللي موجوده على الديجيتال. لو انت مش موجود فانت فقدت تاثيرك عليهم. يمكن زمان واحنا صغيرين انا كنت من جيل ما يعني من جيل ما قبل الديجيتال، كان في حته انه انا مثلا في الصيف كان المطابع اللي كانت بتطبع كتب مدرسيه كانت بتطبع روايات في الصيف، فكان الروايات دي فيها قيم وفيها شويه افكار بتتسللي في السن ده من غير ما بالزبط. اقصد النهارده لا، النهارده انا قاعد مع واحد بيعلمني رقصه جديده وبعدين واحد تاني بيقول لي نصيحه المفروض اعملها في الاعمال والريلز وطريقه تيك توك في تقديم المحتوى اللي هي هتبقى السوشيال ميديا كلها بعد شويه. خلاص يعني بقت مسيطره بشكل او باخر على السن ده. لو انت مش موجود فانت خسران اذا كنت مستهيف تعمل محتوى لده او مش عايز. لكن في الاخر المحتوى العربي، اخر دراسه شفتها على كميه المحتوى العربي كله بالنسبه للمحتوى في العالم كان اقل من 1%، ودي حاجه مؤلمه.
لان الاولاد هيطلعوا بيتكلموا انجليزي او بيتكلموا لغه اللي بيعرفهم ده. قيامهم مش بتاعتنا خالص. في حاجات بقى انت فاتك تعرفها لهم يعني، وتبقى موجود حتى فيه يعني حاجه قيم زي مثلا انت تحب الوطن، بلد دي عباره عن ايه، تفاصيلها ايه، مش موجود. انا دايما بحس انه هيبقى مواطن عالمي ممتاز صحيح، لكنه محل يعني ناشونال بقى لا مفيش. وده مقصود من المنصات، والمفروض يبقى احنا عندنا رد جيد عليه، لكن للاسف ده لغايه النهارده. طب غششنا ايه الفرص؟ لا فرص كتير قوي قوي يعني. انا مش عايز اتكلم عن مجالات بعينها، بس تيك توك فرصه عظيمه للي مش عليه. ارجوك يعني ارجوك حاول تبقى حتى على انستغرام. الريلز بتاعت انستغرام بقت موجوده على فيسبوك كمان، فوسعوا قوي البايب بتاعتها. ارجوك اللي ما عملش ريلز لغايه النهارده يتفضل يعملها، اشتغل عليها. اللي يقدر يقدم برنامج او حاجه مدتها دقيقه على هذه على هذا الفورمات يتفضل في اي مجال. بالظبط، لانه الناس الكويسين اللي عندهم فاليو حقيقيه او اللي عندهم قيمه حقيقيه ما بيعملوش كده، فبيظهر العكس. بالظبط كده. وده على فكره زي ما قلنا المنصات بتتعمده في بعض الدول، خلينا يعني يمكن تيك توك اوضحهم عشان هو باين قوي فرق المحتوى. لكن هو الحقيقه ان خليني اقول الحاجات اللي ملهاش قيمه اللي بتنتشر 50% من هذه المسؤوليه تقع على المنصه، هي عايزه هذا المحتوى ينتشر. نوع جديد من انواع الغزو يعني. بالظبط. ومستمر بقاله شويه ومحدش بيعمل فيه حاجه يعني. رعبتنا وخوفتنا بس طمنتنا انا شخصيا وناس كتير انه في ناس من القائمين على هذا العالم عندهم القدر ده من الوعي. عشان كده قبل ما اختم هسالك سؤالنا التقليدي بقى، بنعمل لعبه نفسيه كده اسمح لي. اتفضل. انه هقول لك شويه كلمات وقول لي بس وقعها اول حاجه جت على بالك بطريقه اختبار نفسي فعلا. خلص. دي لعبه التداعي الحر. اوكي. أول حاجة بتيجي على بالك لما بنقول فيسبوك؟ سيطرة. تيك توك. هروب. انستغرام. فينير. مظاهر. يا محتوى. تعب. تعب. فريق. ترابط يعني. شغل. نجاح. تعب. تعب كتير. عيلة. حب. مستقبل. ده عمر ما كان عندي تدعي جاي. انا مش حابب المستقبل خالص، بس خليني اقول قلق. ده الشعور الاكبر. واخيرا الشغل. يعني عايز اقول استغراق. الشغل بالنسبه لي استغراق. طب صدقني ده تداعي عميق جدا. انا بشكرك شكرا جزيلا حسن، ربنا يخليك، لانك واحد من النماذج اللي حقيقي على الارض بتعمل شغل عادي. ربنا يخليك يا رب. شكرا. مرة تانية وصلنا للفقرة اللي طول الوقت تعمل لنا قلق، لأنه بالتأكيد لما بنتكلم عن كذبات وتحديات في مهنة معينة أو تخصص معين مش كل الكلام هيعجبنا. فإحنا متفقين من بداية الكلام أنه مش كل الكلام هيعجب كل الناس، لكن قد ما نقدر إحنا بنحاول نكتشف شوية كذبات وتحديات بيعاني منها المشتغلين بمهنة السوشيال ميديا النهاردة. الكذبة الأولى لما يقول لك إدارة الصفحة على مدار 24 ساعة. طبعا ده حلم مهم جدا جدا لاي حد صاحب عمل وعاوز خدمه من شركه بتقدم له الخدمه دي. في الحقيقه انك بتلاقي ان اداره الصفحه يا دوب يعني على قد الشفت، لو 8 ساعات لو 12 ساعه يبقى انت محظوظ جدا، لكن الحقيقه انك تلاقيها 24 ساعه نادرا. مش عايزه اسال الناس الكتير اللي معانا. الكذبه الثانيه، اقل ميزانيه وافضل ديزاين. لما تشوف الكلمتين دول جنب بعض لازم تشك. ممكن اقل ميزانيه واقل ديزاين، لكن منطق الاثنين قليلين ده منطق يعني صعب جدا. في الحقيقه احنا عارفين ان لو عايز جوده هتدفع اكتر شويه. فالتسويق العظيم لانك تاخد خدمه عظيمه على اعلى مستوى باقل ميزانيه صعب قوي، وتحديدا في عالم السوشيال ميديا. كذبه الثالثه، هيقول لك البلان خلصانه من اول الشهر. البلان خلصانه، هو مستني حاجات كتير قوي، هو مستني الديدلاين عشان يعرف يبتدي اصلا في البلان. الراجل اللي بيعمل لك البلان ده شغال في 100 بلان تانية او 100 خطه تسويقيه تانية في السوشيال ميديا. هيقول لك طبعا تقدر تكلمني في اي وقت،
دي جملة لطيفة بتتقال للعملاء عشان يطمنوهم انه يقدر يتواصل معاه في اي وقت، لكن العملاء بقى صراحة بيستغلوا هذا الموضوع أسوأ استخدام. وهو بيتقلك من طرف اللسان، لأنه هو مش هيقدر يستقبل مكالمات طول الوقت عشان تقول له ممكن الأخضر اللي على الشمال يبقى فاتح شوية، هتطلب منه طلبات غريبة في أوقات أغرب. كلمة الخامسة هيقولك عندنا KPIs. KPIs دي كلمة لذيذة وشيك، وانت مش عارف غالبا معناها وتفاصيلها، فهو يقصد يقولك إن احنا عندنا طرق لقياس الأداء. ولما بيقولك الجملة الشيك دي بتحس إن هو فاهم قوي في الشغل، لكن الحقيقة إنه إن يبقى عندك أدوات لضمان النتائج ده مش موجود غير عند مجموعة قليلة من الشركات اللي فاهمة قوي قوي في الشغلانة دي، والسوق للأسف مليان بمحاولات يعني حسنة النية لأن إحنا نقدم مؤشرات لقياس الأداء. هيقولك فكرة حضرتك حلوة جدا، طبعا دي برضو نوع من أنواع إن أنا أريح الزبون، بتتقال للعميل لما يقترح حاجة مش عجبانة قوي، بس ما هو صاحب المال يعني، فلازم نقول له كده ونحسسه إن هو أفكاره كمان مؤثرة وكويسة. في بعض الشركات، وده أعتقد إنه من ضمن الحاجات اللي مش مظبوطة قوي في المجال ده، لما يقول لك هزود لك الفولورز 1000 فولور ب 100 جنيه، هي وصلت كام دلوقتي؟ 75 كمان؟ هزود لك الفولورز بأرقام كده غريبة وغير مفهومة، والفكرة دي معناه إنه بيضحك عليك بمجموعة أرقام لن تنعكس لا على التفاعل ولا على البيع ولا على أي خدمة أنت عايز تشوفها على الصفحة بتاعتك. أحياناً هيقول لك الصفحة فيها مشكلة تقنية، دي بتتقال لما حد يبقى عمل غلطة لكن لسه مش عارف يحلها، فبيقول لك إن الفيسبوك فيه تكنيكال إيشو. دايماً الكلام لما بيتقال بالإنجليش بيبان مهم يعني، مش عارفة ليه بس هي بتتقال. الكذبة التاسعة هيقول لك هكسبك أياً كان المنتج، وهو في الحقيقة مفيش حاجة كده أبداً في عالم التسويق، مهما كانت الحملة عظيمة جداً والمنتج اللي انت بتقدمه رديء، لا السوشيال ميديا ولا أحسن حد في المبيعات ممكن يساعدك، لكن هو ساعات بيضطر يقول كده. هيقول لك هنضيف لك بصمتنا، وفي الغالب بصمتنا بتبقى ذوقنا أو طريقتنا، وفي الغالب انت شخص تاني مش هتعجبك بصمتنا وهتطلب منه يعملها بالطريقة اللي بتعجبك. دي كانت مجموعة من الكذبات اللي أحياناً بيضطر مسؤول السوشيال ميديا يكذبها على العميل بتاعه لأسباب كتير أعتقد شرحناها. لكن اللي ما تعرفوش إن حياته مليانة تحديات، من أول عدم فهم الناس أصلاً لشغلانته ووظيفته لحد ظروف ضاغطة هنقولها بعد شوية. زي ما اتفقنا واحنا بنتكلم النهارده في حلقه مسؤول السوشيال ميديا، حتى الاسم بتاع الوظيفه واسع قوي، واحنا عارفين انه اللي بيشتغل في السوشيال ميديا هيقول لنا ايوه مسؤول عن ايه يعني، يعني ما هي فيها تفاصيل كتير، ولانه لسه المهنه دي جديده رغم ان بقى لها سنين برضو، لكن التحديات بتاعتها الناس مش عارفاها او مش متخيلين انه بيعمل حاجه صعبه يعني، عشان كده التحدي الاول هو ضغط الوقت والشغل. متخصص السوشيال ميديا هو الوحيد اللي ممكن او مطلوب منه يشتغل 100 حاجه مع بعض ويسلمهم في نفس الوقت، والناس بتفتكر ان شغله سهل، فهو طول الوقت مضغوط، وتحديدا لو بيشتغل مع حد مش فاهم شغلانته. التحدي التاني، واعتقد انه ناس كتير وتحديدا اللي بيشتغلوا في التصميم او الديزاين هيحسوا بينا لما نقول تعديلات العميل. العميل احيانا بيطلب تعديلات غريبه وغير منطقيه وغير مفهومه، وطبعا انا مطلوب مني اني افهمها أستوعبها، أو أني أحاول على الأقل أني ما أخسروش تحت شعار أنه الزبون دايماً على حق، وفي السوشيال ميديا بيسموه الكلاينت دايماً على حق. ضجة الإعلانات، الجملة القديمة دي، لكن العميل بيبقى معتقد كده أنه هيدفع مبلغ صغير لكنه هيبقى متوقع أن السوق كله هينبهر بالخدمة بتاعته لأنه دافع 500 جنيه في الإعلانات، وهيرجع لك ويسألك يقول لك على فكرة أنا جاري اللي ساكن معايا في نفس الشارع ما شافش الإعلان، إزاي؟ روح الفريق. روح الفريق دي حاجة من تحديات فريق السوشيال ميديا، لأنه لو واحد من الفريق وقع العملية كلها مش بتكتمل، لأنه هي أصلاً الشغلانة فيها تخصصات كتير لسه كنت بقول لحضراتكم إحنا ما نعرفهاش قوي، لكن في واحد بيعمل تصميم، واحد بيعمل محتوى، واحد بيساعد أن المحتوى ده يتشاف عن طريق الإعلانات، فهم فريق كبير جداً لازم يبقوا هم
بيشتغلوا بتناغم مع بعض، ولو ده مش حاصل ده مزعج جدا لكل أعضاء الفريق. التحدي الخامس، مراجعة المحتوى. الناس اللي بتشتغل مظبوط والشركات اللي بتعمل خطة تسويقية مظبوطة بتعمل المحتوى وبتبعته للعميل علشان يراجعه، وبعدين العميل يقول يلا تمام اشتغلوا. أول ما الحاجة تنزل على السوشيال ميديا بيجي لهم المكالمة الشهيرة بتاعت لا الكلام ده مش مظبوط، أنا مراجعتوش. ففي الغالب هو ما بيشوفش الكامبين. حصل أصلا معايا ناس هنا جامدين جدا هو ما شافش أصلا المحتوى، لكن شافه لما نزل على الصفحة. فنرجع نبتدي نتعامل مع الموقف ده تاني. التحدي السادس هو المنافسة. إحنا النهاردة في عصر كله تنافسية، ودايما بنقول كده أنا في شغلتي ومهنتي في 20 واحد شاطرين زيي عاوزين ياخدوا نفس فرصتي. التحدي مش بس المنافسة، التحدي إن أنا بنافس في سوق في ناس كتير بتقدم منتج أقل جودة وبسعر أقل، والعميل مش عارف الفرق بيننا إحنا الاتنين. التحدي السابع هو التطور. طبيعي، واحدة من التخصصات المهمة جداً اللي لازم نتطور فيها كل يوم، لازم أتعلم من نفسي ومن فريقي ومن غلطاتي وكمان من المنافسين بحسب ما السوق محتاج مني أتطور. التحدي ده أعتقد مخصوص لصناع المحتوى. تحدي الفكرة، الفكرة الجديدة اللي هتخلي الكلام اللي أنا بكتبه يتشاف، وهتخلي المتابعين بتوعي يزيدوا، وهتخلي الناس تعرفني وتميزني في وسط الناس. كل يوم أنا مطلوب مني مش بس فكرة واحدة لكن عشرات الأفكار. اللي بيعمل إعلانات وتحديداً الكوبي رايتر بيبقى مطلوب منه أنه يعمل عناوين جاذبة للمحتوى، لأنه سلوك الناس أنهم بيزهقوا بسرعة، ولأنهم بيزهقوا بسرعة فهو عايز العنوان يشده. وده تحدي حقيقي أنك تلاقي حد شاطر يبقى فاهم الناس بالشكل الكافي. التحدي العاشر، ينفع قوي تقول ان انا شاطر جدا في تخصصي ايا كان التخصص اللي هتختاره على السوشيال ميديا، لكن لو مش بتتقن لغه تانية واحده على الاقل انت غالبا هتفضل محبوس في حته صغيره جدا في المجال بتاعك، لانه اتقان اللغات في حاجه بنتعامل فيها طول الوقت اونلاين زي السوشيال ميديا بيخرجنا بره السوق بعد فتره قصيره. خد نفسك شويه غالي وارجع نكمل شغل عالي. عبد الرحمن سليم، خبرة لأكثر من 14 عاماً بمجال التسويق والإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة درونيك، مؤسس شركة إنفند، ماجستير في التسويق من جامعة بروكلين، محاضر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. اهلا وسهلا. اهلا بيكي واهلا بيك كلكم طبعا. احنا مبسوطين انك معانا النهارده. وانا اكتر. والحقيقه انه واحنا بنعمل اصلا البرنامج ما كناش مفكرين يعني انه هتيجي حلقه نقول ان في مهنه كده او وظيفه اسمها السوشيال ميديا. عشان كده احنا اسمنا شغل عالي برضه. مش كده؟ مش كده؟ استاذ عبد الرحمن سليم، انت بشكل شخصي والمؤسسه التي تمثلها عملتوا حاله مختلفه جدا في عالم السوشيال ميديا يمكن احنا مفتقدينها، اسمها المصداقيه. غالبا المصداقية والسمعة الحلوة والأداء الحلو في سوق جديد وكله تحديات أكيد ليها حكاية. من إمتى أنت بدأت تمتهن عالم التسويق الإلكتروني؟ خلينا نبدأ البداية بتاعتي كانت عاملة إزاي. سؤال حلو جدا. أنا بدأت 2009، بدأت في حتة الأوفلاين ماركتينج عامة، الموضوع بيبدأ معانا في مجال الماركتينج والميديا عامة. طبعا. وبعد كده بدأت عادي جدا إيفنتس مانجمنت، استراتيجي، براندنج، بلاننج، عندي الكور values والتكنيكال في الجزء ده. وبعد كده 2011 ابتدى بقى الموضوع ايه ده سوشيال ميديا، في بز على سوشيال ميديا بس مش عارفين ايه القصه دي، رغم الناس بره في اوفرسيز يعني بدأوا في الاندستري دي من سنين طويل. من هنا بدأت في 2012 اتخصص اكتر واكتر واشتغل من نهايه 2011 بدايه 2012 في الاندستري، وبدأت معانا ساعتها في مسمى صناعه الاي ماركتنج، كان اللي هو التسويق الالكتروني، ده كان الاسم ساعتها المنتشر. طب
وكان الموضوع ساعتها كان جينيريك شويه، ده كان بدايه الاندستري. فانا اخذناها من حته كل اللاندسكيب كديجيتال ماركتنج، ما كانش فيه التخصصات اللي احنا بدانا نتخصص فيها من 2014 و2015 الى يومنا هذا طبعا هنتكلم عليه. لكن الموضوع اللي عايز اقوله من الانترو دي ان الموضوع مش بعيد عن مجال الماركتنج. معظم الناس اللي بتبدا بالظبط هي بتبدا للاسف ما عندهاش الباك جراوند دي، فبتتعب في المجال بتاعنا شويه كده، بتتعب وبتتعب اللي بيتعب. مش عايز اقول كده مش عايز لا حقيقي، خاصه بعد الكوفيد اكتر الناس بقى عندها امبريشنز دي في حاجه سهله اسمها سوشيال ميديا، ان انا اقدر اعمل اونلاين بزنس من المكان اللي انا فيه. ده تقدر طبعا بس بيز اون ساينس، مش بيز ان انا عايز حد اسمه بتاع سوشيال ميديا او كونتنت او وات ايفر، يعني الحاجه اللي احنا بنسمعها يعني. بالظبط، يعني هو ببساطه التطور بتاع مهنه التسويق ده حقيقي. المعروفة والمتعارف عليها وما هوش اختراع جديد صح، لكن شكله مختلف. أنا ممكن أكد على كلامي بكلمة واحدة بس، إن إحنا عندنا ميجر ماركتينج حاجة اسمها ماركتينج كوميونيكيشنز. يعني أي بزنس في الدنيا هو تو أوف واي كوميونيكيشنز، زي إحنا والأودينس اللي معانا النهاردة أو بيتفرجوا علينا على الحلقة النهاردة. فانا عايز اوصل لك، فبوصل لك يا اما ثرو الاوفلاين كوميونيكيشن زي التي في والبيلبورد ادز والماجازينز والحاجات اللي احنا طول عمرنا متعودين عليها، او طلعت بقى صناعه ساعتها جديده اسمها صناعه الديجيتال ميديا. فبقى هو ده الريفولوشنز للكوميونيكيشن عشان اوصل اسرع وبطريقه دقيقه اكتر للاودينس اللي عايز اوصل له. ده باختصار شديد جدا. يعني عندي سؤال مركب شويه. حلو. الاول، ليه الناس محبطه من الشركات مقدمي خدمات السوشيال ميديا؟ ودي لو سألنا أي حد صاحب عمل هيقول لك أنا اتعاملت مع 10 شركات بطريقة كده يحسسك إن الموضوع ما فيش فايدة. صح. والسؤال التاني، هو الناس محبطة بس ولا كمان اللي بيقدم الخدمة هو كمان لسه متلخبط؟ ده سؤال حلو جدا، هبدأ بيه بصراحة. هو كلنا محبطين فعلا، محبطين من بعض كمان جدا بحقيقة. طيب ليه؟ يعني مش مجرد بنقول كلمة ومش عارفين وراها ايه كتكنيكال يعني. لأن المجال لما بدأ في مصر ينتشر مش بيزد على كي بي ايز ومتريكس كلنا بتحاسب عليها، او بشكل ابسط منهجيه واضحه لكل المؤسسات، سواء اللي بتشتغل في قطاع التدريب او بتشتغل في قطاع تقديم السوليوشنز في مجال الديجيتال. بالظبط. فاللي بيقدم السيرفيس دي معظمها انا عايزه بس اترجم معلش، تقديم الحلول في مجال الديجيتال يعني الشركه اللي بتقدم لك خدمه بالزبط. اداره الصفحه بتاعتك بالظبط، بالكونتنت بالديزاين بالاعلانات وهكذا. فابتدى يحصل كونفليكت في ايه؟ ان انا وانا بقدم لك القصه دي برضو معظم الناس مش عندها اكسبيرينس حقيقيه، واخدها من فوق ان انا نزلت بوست على سوشيال ميديا عمل شير وانجيجمنت وبقيت انفلونسرز اند سو اون، فبقيت انا وخلاص جامد. انا جامد جدا بقى في حاجه زي دي، فبعلي سقف توقعات الناس اللي بتخش الاندستري مش بيزد على ساينس. الناحيه الثانيه كلاينت هو برضو سوشيال ميديا، انت هتعمل لي اعلان ب 100 جنيه هتوصلني لمبيعات سيز مليون جنيه مثلا، مش عارف ده مستحيل مش هيحصل. ويبدا هو يشتكي، لا انا ما خدتش اللي انا عايزه، انا بخسر، انا متضايق، انا مش حاسس شغلك، ونبدا نخش في احاسيس. وهو الشركه الناحيه الثانيه برضو مش عارف يوصل له احنا المفروض نتعامل مع بعض ازاي. فممكن اطلع بحاجه كمان تكمل السؤال ده اللي انا بتمناه بقى في حاجه زي دي، او شايف حل لده. في حل بسيط جدا، ان احنا لو اهتمينا بالاندستري دي زي الناس بره في الجلف، مش هقول يوروب او يو اس اي، لا في الجلف الناس اختلفت تماما، بقى في نقابات ووزارات للمجال بتاعنا. فموضوع اسمها ايه؟ تتسمى ازاي؟ ليها حاجتين. البيزكس ان هي نقابه صناعه التسويق الرقمي. ده باختصار شديد جدا جدا عشان الاقتصاد الرقمي عينينا عليه. شكرا. كله ديجيتالايزد. تمام. فلما يكون في نقابه او في هيئه ليها رولز، كلنا كشركات تدريب او بنقدم الخدمات دي طبعا كل شركه ليها منهجيه مختلفه، لكن على الاقل في ضوابط، في ايثكس بنتحرك عليها، في طريقه كوتيشنز معينه، في طريقه شغل معين. فانا والكلاينت عارفين هنوصل لبعض الايه، والشباب اللي هتخش في الاندستري تبقى عارفه برضو التخصصات بشكل منهجي، فالانفايرمنت كلها هتخلي الاقتصاد يبقى اقوى، هتخلينا كشركه مبسوط وبكبر، وانت ككلاينت ارباحك بتزيد ومبسوط. ده باختصار يعني. نرجع بقى الخطوه اللي ورا اللي احنا عايزين نشرحها قوي للناس. يلا بينا. ايه التخصصات؟ هو السوشيال ميديا فيها تخصصات؟ اول حاجه ان احنا عندنا امبريلا من فوق بشكل بسيط اسمها صناعه الديجيتال ماركتنج عامه، تحتيها مجموعه اقسام مختلفه. اول قسم هو قسم اسمه الديجيتال اناليست او الاناليتكس، ان انا بناء على الارقام بتحرك في اي تخصص بقى بعد كده او ايا كان. زي كده في مجال التسويق البحث التسويقي او الماركت ريسيرش، نفس الفكره موجوده في مجال الاناليتكس. ده تحتيه بقى سوشيال ميديا اناليست وديجيتال اناليتكس كويب سايتس ومواقع وهكذا. وغير التطبيقات طبعا في اب اناليتكس، دي المرحله الاولى.
تحليل البيانات بالظبط كده، البيانات بتاعه استهلاك الناس ولا المنتج ولا من إيه؟ اول الريسيرش بتاع الصناعه والماركت، واكلم ايه واحتياجات الناس ايه وبيقولوا ايه على السوشيال ميديا ومشاكلهم ايه وحلولهم ايه، واسهل عليهم الجيرني عندي ازاي على الموقع بتاعي على السوشيال ميديا، ريكومنديشنز لشكل المحتوى بقى عامل ازاي، يعني بيسهل على كل الادارات اللي هنتكلم عليها شغلهم بشكل قوي جدا. فدي اول اداره، ومعظمنا للاسف بيغفلها طبعا وبيخش على طول على الاعلانات او صناعه المحتوى او الحاجات اللي هنتكلم عليها بالظبط كده. طيب انا خلاص خلصت اناليتكس، اعمل ايه في المجال، اتحرك ازاي؟ خلاص احنا بنبدا نعمل بقى براندنج على السوشيال ميديا صح، فبنعمل صفحه صح، بنعمل ويب سايت، فنبدا بقى نظبط شكل البيج من حيث الاستراتيجي والبلاننج، هنزل كام بوست في الشهر، هشتغل فيسبوك ولا انستجرام ولا تويتر ولا سناب شات، بحدد المنصه المناسبه اللي فيها بناء على الارقام الاودينس اللي انا عايز اوصل لهم. طب يلا ننزل المحتوى الساعه كام، يعني برنامج زي ده قوي جدا ينزل الساعه كام، الجمعه احسن حاجه ولا السبت، ينزل 8 بالليل ولا ينزل بعد الصلاه ولا احسن وسط الاسبوع، فبيزد على الارقام احنا بنتحرك. خلاص خلصنا الجزء بقى الجميل ده، نبدا بقى نخش بعد كده على الجزء الايه الكونتنت، نبدا بقى نخش على الكونتنت ماركتنج عامه. خلاص فهمنا البريف، انت الاوبجكتيف بتاعك ايه كبراند، عايزه الناس تعرفنا اكتر ولا عايزه الناس تعرف خدماتنا اكتر، ولا شركه قديمه فعايزه عايزه الناس تشتري مني مثلا بالظبط، ولا عايزه ابيع ولا عايزه ايه، ونبدا بقى نطلع الافكار ونكتب المحتوى. فدي بقى صناعه المحتوى بكل تخصصاته اللي تحتيها، يعني كمان صناعه المحتوى دي تحتيها تخصصات كانها قسم وجواه تخصصات بالظبط كده. حد بيكتب محتوى بيعلي التفاعل فده اسمه content creation، في حد بيكتب اعلانات بس فده اسمه copy writer، بيكتب الكامبينز والاعلانات، في حد copy editor، حد بقى غلس وبيركز في التفاصيل فيشوف الاخطاء اللي موجوده عامله ايه، وفي حد copy rights الحقوق الملكيه انه يحفظها لي عشان ما حدش ياخد الشغل بتاعي. ده ببساطه يعني شديده جدا ببساطه جدا. ايه ده انت كبرتها جدا. لا ما انا هصغرها لك كمان دقيقتين. فانا خلاص خلصت الاناليتكس، ظبطت المحتوى، ناقص ايه بقى؟ يلا بقى نعمل كامبينز، نعمل اعلانات بيد مدفوعه ايا كان التكنولوجيز، نخش بقى على الميديا باينج مع اختلاف كل المنصات اللي انا ممكن اشتغل عليها. في النص في حاجه رابعه اسمها اس اي او، ان انا ممكن بدل ما اعمل اعلانات وعندي الويب سايت بتاعي فعايز ان هو يظهر في نتائج البحث الاولى، فدي برضو تخصص رابع بنشتغل عليه. الجديد ان احنا معظم الاندستريز في العالم سواء بشكل جلوبال او بشكل لوكال بقت رايحه بعد الكوفيد للابلكيشنز عامه، فبقى في حاجه شبه الاس اي او اسمها اي اس او، ان انا ازاي برضو التطبيق بتاعي يطلع في نتائج البحث الاولى في الاب ستور او جوجل بلاي. ده كده ببساطه شديده. طيب هنا بقى الكريتيكال بوينت، حد بيتفرج علينا دلوقتي وبيبدا فيقول لك يا نهار ابيض ايه كل التخصصات دي، انا خفت، انا قلقت، اعمل ايه، اتحرك ازاي، او اختار ايه كمان، او يعني اختار ايه. حلو، فاقسمها اختار ايه اللي هو النصيحه الصح جدا، وبعد كده برضو نتكلم بشكل عملي برضو الواقع بيقول ايه عشان نبقى صاحيين مع احتياجات السوق بالظبط كده. فالصح ايه؟ ان انت في البدايه خالص في حاجات حتى بره اللي احنا بنعملها، في حاجات فري اونلاين، حاجات كتير جدا ممكن يبتدي يشوف شورت كورسز من كل تشانلز هو عايز يسمع عنها اكتر، وبتفرق بقى في الحاجات الشخصيه. انا واثق طبعا مع اختلاف قوه دينا مثلا، بس ممكن دينا تحب اكتر الكونتنت والميديا والايديشن، هو مش بعيد عنها، هو اصلا هي الكور بتاعها والاستراتيجي والحاجات دي. فلازم يبقى في انتجريشن ما بين السوفت سكيلز اللي عندك كشخص وانت بتحب ايه عشان تنجح في الحاجه بتاعتك. ده كده من فوق بشكل بسيط، لكن بشكل كبير لكن هسمع لكن عشان لكن عايز اسالك على حاجه، لكن هقول لك ابدا ازاي. ان انا ممكن بدل ما اوسع الموضوع ممكن اخد اتنين قريبين من بعض، فممكن اخد الاس اي او بتاع المواقع واخد اعلانات جوجل ادز مثلا، فهم مش بعيد عن بعض. ممكن اخد الاناليتكس والبلاننج والاستراتيجي، ممكن اخد الكونتنت وحته ليها علاقه بالايديتنج وحته الكرييتيف واتحرك في حاجه زي دي. قيس على كده بقى الايه التخصصات المختلفه. لو انا في مؤسسه صغيره، حلو قوي، ينفع مثلا الشركه الميديوم سايز الحجم المتوسط من الاعمال يقول ان انا يبقى عندي تخصص واحد على الاقل، بس يبقى المتخصص ده شاطر يعني. حلو جدا، وده يكفي انه يحرك العمليه التسويقيه بتاعتي الكترونيا بشكل كويس؟ لا بس ليها حل، يعني صعبه بس ممكن يخلي الشخص في السمول بيزنس ممكن مثلا يبدا بالحاجه اللي تجيب له انكم، او عايز يكسب برضه في الاخر وهو لسه سمول بيزنس، فممكن يبدا معاه بالكونتنت والميديا باينج ويستعين بكونسلتنت، يعني حاجه بسيطه خالص يعمل مثلا بلاننج، يظبط له حاجه في الديزاينز في الفيديوز، الحاجات اللي هي صعب ان هو، لكن لازم يبقى فاهم التخصصات دي بالظبط كده. اكبر تحديات المجال بتاع التسويق الالكتروني هو انه الناس بتشتغل وبعدين تدرس، صح؟ تنصحنا بانه نغير الاسلوب ده، ندرس وبعدين نشتغل؟ ففي في الجامعات دلوقتي التخصص ده بقى ليه اسم، بقى موجود ومتاح، ولا هو جوه الماركتنج مازال؟ عشان نكون صراحه لسه
فمعظم الجامعات الكبيره هو بيعمل لك فول بروجرام اسمه مثلا ماركتنج دبلوما مثلا، وفي جزء اسمه ديجيتال، يعني بيديكي كده برضو ايه كويك تيبس لكل قسم موجود. انا ليه بسال؟ لان انا بقول انه دي حاجه مطلوبه جدا، بس ليها حل بقى. عارفه مين حلها؟ جوجل عامله حاجه اسمها جرو ديجيتال. فدي منصه تعليميه فور فري بيديكي تخصص معين لمده 4 شهور وشهاده توازي شهاده الجامعات اللي هي بال4 سنين. الله. معتمده في كل دول العالم اللي ورا بالشكل ده، وده اللي جاي وفري. ايه المشكله ان انا اقدم في حاجه زي دي وابدا اتعلم ده؟ بس هدي له نصيحه صغيره او ادي لها نصيحه صغيره قبل ما تخش في الحاجات دي، لازم عندك بيزكس اوف ماركتنج. يعني ايه براندنج؟ يعني ايه براند مانجمنت؟ بيزكس، ابقى فاهم يعني ايه كاستمرز. فلازم يتعلم ماركتنج الاول، وبعد كده يبدا بقى ياخد الحاجات اللي شبه جرو اب او ايا كان. ولو عايز يتخصص طبعا في جهات زي اينفين دي موجوده بتدي تخصصات بروفيشنال لكل تخصص موجود. يعني الى اي مدى السوشيال ميديا تفرق في مصير بزنس او توجه او قطاع او شركه؟ السوشيال ميديا بيها او من غيرها، هل الوضع نفس الوضع؟ السوشيال ميديا في كلمتين كان ميك اور بريك يور براندز، ممكن تدمرك او تخليك في حته ثانيه خالص. ده في اسهل طريقه. في جملة الناس بتقولها على سبيل الفخر وانا عايزاك تصلحها لنا، يعني انه يقول لك احنا ملناش في السوشيال ميديا والحاجات دي. الشركات القديمة والكبيرة واللي بالمناسبة كبيرة بتشتغل في حجم طبعا اعمال كبير، يقول لك احنا ملناش في السوشيال ميديا والحاجات دي. في نبرة من التعالي كده على السوشيال ميديا واستخدامها في التواصل لاجل العمل، فصحح لنا دي او قول لنا. خدها في كيس ستادي في نص دقيقة. يلا اسهل. ابل مثلا صح؟ ابل طول عمرها ما بتشتغلش خالص على السوشيال ميديا ولا بتعترف بيها. حلو. طيب تعالي كده بصي على ابل من سنتين ثلاثه فاتوا، يعني وقت قليل جدا، عملت اكاونت على تويتر وابتدت تعمل كامبينز على السوشيال ميديا بس بالراحه، يعني جرادولي يبدا بتويتر مثلا، يبدا بحاجات من عشان عارف اهميه الاندستري دي. مهما كنت انت قوي وعندك وورد اوف ماوس كويسه جدا، 100,000 100 مليون واحد، 4 سنين بقوا 50 لان انت مش قدامي بالظبط، وبالطريقه المصري الجميله البعيد عن العين بعيد عن القلب انا مش فاكرك. فغصب عنك عشان تكوب وتوسع الماركت شير لازم تكون موجود على كل الكوميونيكيشن تشانلز. ده قولا واحد. عايزة أسألك عن رؤيتك للصناعة ودورها في الاقتصاد في مصر تحديدا. يعني أنت على مدار سنوات الخبرة دربت شباب كتير، هل من حقنا نتفائل ونقول إن في مهارات حلوة قوي قوي وإن إحنا فعلا نعرف نعمل ده ونخدم مؤسسات؟ احيانا بنبقى عندنا غيره كده على المؤسسات الحكوميه وطريقه تواصلها على التواصل الاجتماعي على الشركات. احنا فين في مقياس من 1 لـ10؟ احنا بغض النظر عن المعوقات اللي بنقابلها، بس لا كوادر موجوده، لا احنا اقوياء جدا ده فعلا، وفي شباب كتير جدا تكنيكال ممتازين بس مش واخدين فرصه كويس. فزي ما في يوروب ايرلندا مشهوره ان هي كابيتال اوف ديجيتال ماركتنج في العالم، Yeah. مصر تقدر تبقى كابيتال اوف ديجيتال في افريقيا. بالمناسبه اي ام اف ان دي يعني ايه؟ اي ام اف ان دي مش عارفه اقولها. انتوا مين؟ ليه على فكره ده سؤال برضه، دي وجهه نظر برضه. ده ليه اكيد ماركتنج برسبشن. احنا اسمنا الاساسي انتجريتد ماركتنج فاونديشن. طيب ليه انتجريشن؟ عشان كان ساعتها لما بدانا من 8 سنين كان في ميكس ما بين الاوفلاين ماركتنج والديجيتال سواء كايجنسي او اكاديمي. طيب بعد كده احنا عايزين نحجز بقى كل الايه الديجيتال ميديا تشانلز، يعني www.integratedmarketingfoundation على سبيل المثال. لما عملنا ريسيرش لقينا ان انا ما اقدرش اكتب على تويتر ويوتيوب الاسم الطويل ده، هو مرزون الاسم طويل جدا فلازم يبقى فيه اختصار. فمن هنا بالتولز بقى اللي معانا، لان للاسف الاختصار الوحيد هو اي ام اف ان دي، فعشان نعالج ده بقينا بقى نزند بقى في اي حته بقى اي ام اف ان دي اي ام اف ان دي اي ام اف ان دي حتى لعبت كده اي ام اف ان دي كل حاجه. شكرا ليك استاذ عبد الرحمن، انك حقيقي من الناس اللي بتعمل شغلها بقدر كبير من الامانه والاخلاص والرغبه فعلا في مساعده الناس، وبتعمل شغل عالي. شكرا ليكي وشكرا ليكوا طبعا، اتشرفت بيكوا. شكرا شكرا. ولان السوشيال ميديا هي واحده من الوظائف اللي جديده على بعض الناس لكنها مهمة ومؤثرة جداً في قطاعات كتير، كنا النهاردة عايزين بس نشوف ونشجع كل الشاطرين والمتميزين في مهنة السوشيال ميديا. شوفكم على كل خير.